يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دخلت المسجد في وقت نهي فماذا أصنع، حيث إن بعض الناس يشدد في هذه المسألة؟ لا أبدا، إن شئت صل ركعتين عملا بالحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في وقت النهي وغيره، هذه من ذوات الأسباب. وإن جلست لأن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت فمعك وجهة نظر صحيحة، أنت مخير. نعم، ولا إنكار في هذا، لا إنكار على من جلس ولا إنكار على من صلى. نعم.